أهلا وسهلا بالجميع مرة تانية. طيب، الأسئلة تقريبا اللي جات لي من الشباب هو بس الصوت واضح، في أي مشاكل في الصوت في الصورة؟ أنا دلوقتي مشير قدامكم البرزنتيشن، لو في أي مشاكل اكتب لي رقم 2، لو كله تمام الصوت والصورة تمام يا ريت تكتبوا لي بس رقم 1. تمام، أهلا بيكم، ربنا يخليك أستاذ إكرامي، تحياتي تحياتي يا فندم، الله يبارك. طيب ماشي، حاضر. طيب بالنسبة للجزئية، تقريبا أنا كده شايف إن كل الناس تقريبا عندها الحساب الديمو ونزلت البلاتفورم. في أي حد عنده أي مشكلة بالنسبة لموضوع البلاتفورم وتحميلها والكلام ده كله، ولا كله تمام؟ طيب تمام، أستاذ أمير، ممكن حضرتك تكلمني دلوقتي على الشات، وبعديها ممكن نبقى نتكلم على التليجرام. يعني خلينا في وقت الشات نركز في مكان واحد، وبعد كده نبقى نتكلم على التليجرام زي ما احنا عايزين. عندك برضو مشكلة في إنك أنت تفتح الأكاونت، و أستاذ تامر لسه عايز اللينك. كتبت إن لي إني مسجلة من قبل وأنا ما سجلت رقم الواتس. حاضر، 2 8 8 9 4 7 7 3. طب أنا هشير دلوقتي معاكم السكرين، طبعا بالنسبة لرقم الواتس بتاعي، ولكن من مصر هتضيف 002 قبل الرقم ده. طيب تعالوا ركزوا كده معايا يا شباب، هوريكم. هنخش تاني على الويب سايت، هنعرف ازاي بنفتح حساب تجريبي تاني مرة أخرى، ونشوف الدنيا بتمشي ازاي. ثانية واحدة، طيب اول حاجه هتكتب فوق orbix www.orbix.com/ar، تمام. استاذ فهد هبعت لك حاضر رقم التليجرام، ولكن خلونا بس يا شباب الاول نركز على الجزئيه دي، وبعد كده يعني احنا مع بعض زي امبارح كده، انا ما قفلتش غير لما ما لقيتش حد خلاص عنده اي اسئله. فخلينا بس الاول هنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبعدين ايه احنا مع بعض. طيب أول حاجة أنا دخلت أهو على الموقع www.orbix.com/ar، بعد كده بدوس على افتح حساب تجريبي أو سجل حساب تجريبي. عندك سجل حساب تجريبي وافتح حساب حقيقي، طبعا الحساب الحقيقي دلوقتي ملناش علاقة بيه، احنا كل شغلنا دلوقتي هيبقى على الحساب التجريبي. بمجرد ما أنا دوست هملى البيانات اللي هنا، تمام، رقم التليفون مثلا أهو، خلاص، وبنزل تحت اكتب الرقم ده 66227 حسب طبعا هو متوضح لك ايه، وبعد كده بدوس ايه تنفيذ. طبعا انا مسجل قبل كده بالحساب ده، فهو عشان كده بيقول لي البريد الالكتروني مسجل مسبقا، لكن لو مش مسجل قبل كده هيسجله معاك، تمام. ممكن أجرب هنا، تقريبا مش مسجل بده، لكن يبقى 0 0 0 2 0. طيب
طبعا الرقم ده غلط، هتأكد ان هو بس صح. 715 48. خلاص تنفيذ. Please match the request. تمام، انا كده سجلت. المفروض ان هو هيبعت لي على الايميل بتاعي البيانات اللي هي فيها الحساب التجريبي اللي انا بحمله. فانا دلوقتي هخش دليل دخول للحساب التجريبي، جالي الايميل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام، اتاكد بس ان انتوا شايفينه. جالي ايميل، هوريكم الايميل ده شكله عامل ازاي. ثانية واحدة. طيب ده الايميل اللي جالي اهو. خلاص بدوس على اللينك ده، بيتحمل لي المنصة تحت. يعني طيب هو هنا جالي لتحميل المنصة برجاء الضغط هنا. أنا بعت لكم اللينك ده أوتوماتيك بدل ما تقعدوا تدخوا فيه. تمام، هبعته لكم برضو في الجزء بتاع الأسئلة الشات. كوبي لينك ادرس. وصل للجميع الرابط، يا ريت بس تكتبوا لي واحد ان هو وصل لكم. زي ما انتم شايفين اهو بيتحمل عندي، اتحملت عندي تحت. بمجرد ما اتحملت هدوس هنا وهدوس ران. طبعا انا محملها قبل كده، فمش مش ايه مش مش هختار ان انا يعني اسطبها من اول وجديد. اكتبوا لي بس واحد لو وصل عندكم كل حاجه وكله مظبوط. شباب الصوت فيه مشكلة، مش عارف. أنا ظاهر عندي هنا إن كله تمام والناس يعني بتجاوب، يعني معنى كده إن هما سامعين. طيب نكمل يا شباب، يا ريت لو كله تمام اكتبوا لي بس واحد. تمام، في أستاذة فداء بتقول ما وصلش. طيب أهو تاني send to all، المفروض إن أنا بعته تاني. أستاذة فداء كده وصلك، أستاذ عقبي، أستاذ تامر، أستاذ فداء وصل تمام، أستاذ MT4 سيرفر نيم. مش عارف، أنا مش فاهم سؤال حضرتك. أنت قصدك اسم السيرفر يعني، ولا أنت بتقصد إيه؟ طيب انا بعت لك السيرفر نيم لو انت بتقصد على الموبايل. تمام، سنت تول. طبعا يعني اللي انا بعته دلوقتي الاستاذ ياسين، ملكوش دعوه انتوا بيه يا شباب، هو بس عايز اسم السيرفر بتاع الشركه عشان ممكن بيقدر يخش عن طريق الموبايل. طب جميل، خلونا بعد ما بنحمل المنصه طبعا هتظهر قدامنا بالشكل ده، هتحط اليوزر نيم والباسورد بتوعك. وانا ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو يعني دقيقتين ولا حاجه زي كده، اللي هو الفيديو ده هبعته لكم على الايميل او على التليجرام. احنا عايزين نعمل تليجرام ما بيننا زي جروب، وكلنا نبقى بنشارك بيه، بحيث ان ايه يعني يبقى التواصل اسهل بكتير جدا من ان انا ابعت لكل واحد. الموضوع هيبقى صعب ومش هنفيد بعض بشكل كويس. بعد ما هتفتح الاكونت المنصه عندك هتبقى طبعا ظاهره بالشكل ده، بس مش بالشكل ده بشكل كبير، ولكن هتلاقيها يعني لونها مثلا اسود شويه، الشاشه سوده، الشارت اللي قدامك ده اسود، مش متنسقه بالمنظر ده. فمثلا
احنا نبتدي نرتب كل الكلام ده. هنرتبه ازاي؟ اول حاجه البلاتفورم اللي قدامك دي هتبقى يعني بتشوفها تقريبا اكتر ما بتشوف عيلتك. يعني البلاتفورم اللي قدامك دي هتشوفها اكتر ما بتشوف عيلتك فعلا، وهتشوفها اكتر ما بتشوف صحابك، وهتفضل مفتوحه هتلازمك كتير. فانت لازم تكون حافظ كل التولز اللي موجوده فيها. طب دلوقتي انا بعد ما هشرح التولز اللي موجوده فيها، في شباب هيبقى لسه عندهم المشكله شويه في ان هو في تول معينة مش قادر يتعامل معاها وهكذا. واحدة واحدة هتلاقي نفسك انت اصلا حافظ الاسعار اللي على الشمال دي، يعني بدون مبالغة فعلا تبقى حافظها غصب عنك اصلا مش بمزاجك. يعني انا لو كان حد يجي يسألني، يجي يقول لي ان انت في يوم من الايام مثلا هسألك اليورو دولار بيساوي كام، اقول له بيساوي 1.1220 مثلا، مكنتش هصدقه. ولكن غصب عنك انت فعلا كل يوم بتبص على الاسعار دي، ومثلا واخد صفقات، انت الصفقه بتاعتك مثلا دلوقتي عند السعر الفلاني، فانت خلاص حافظ السعر الفلاني ده عند كام. لما اجي اقول لك السوق نزل مثلا قد كذا، فانت عرفت ان هو نزل 30 نقطه، فانت عارف ال 30 نقطه دول بالنسبه لك مكسب او خساره قد ايه. فغصب عنك انت هتحفظ الجزئيه دي. طيب ده بالنسبه دي الجزئيه بتاعت شكل المنصه. طيب تعالوا نشرح هو ايه الشكل اللي قدامك ده. اول حاجه ده شكل الرسم البياني. الرسم البياني ده لزوج ايه؟ ده لزوج الاسترالي مقابل الدولار. ده زوج الاسترالي مقابل الدولار، مكتوبه فوق ايه بالمنظر قدامكم ده. خلي يبقى معايا كده هنا اهو، استرالي مقابل الدولار. الويكلي ده الاطار الزمني، وهنعرف ايه الاطار الزمني ده. طيب ارجع تاني للشكل ده واعمل زوم ان. شايفين كلمه زوم ان كده؟ كبرتها بالشكل ده. في برضه انت بتقدر تغير شكل المنصه شويه، انا مغير الجزء اللي تحت ده، ولكن انا هرجعه زي الديفولت بتاعه عشان ايه يعني محدش يتلخبط من حاجه، يبقى ظاهر عندكم زي ما انتوا هتشوفوه بالظبط. هرجعه تاني للديفولت. ده اسمه الكاندل ستيك، الشموع اليابانيه، وده اسمه البار شارت، وده اسمه اللاين شارت. يعني شكل الرسم البياني ده انا عايزه يكون ظاهر ازاي؟ فانا عايزه يكون ككاندل ستيك، شموع يابانيه، وهنتكلم على الشموع اليابانيه دي بعدين، وهتعرف اهميتها وليه الشموع اليابانيه دي بتمثل تقريبا 90% من تداولك بشكل كبير. الزوم اوت والزوم ان ده بيكبر بس الرسم البياني. يعني تعالى اعمل زوم زوم اوت. بص انا شايف الفتره الزمنيه من 2000 تقريبا، من 1999 لتداول الزوج ده. شايف الحركة؟ كان زمان بيتداول عند السعر كذا، نزل وطلع، نزل وطلع، ونزل كتير ورجع طلع مرة تانية. طب تعالى بص أعلى قمة جابها فين؟ أعلى قمة جابها في 2011، تمام؟ دلوقتي رجع تاني بيتداول عند نفس المستويات اللي كان بيتداول عندها من إمتى؟ من التسعينات، من 1999. ده زوج زي الأسترالي دولار. طب لما بعمل زوم إن وبركز كده على الرسم بين قدامي، بركز أكتر على المرحلة اللي بنتداول فيها. انا دلوقتي اقصى فتره شايفها من امتى؟ 2016. طيب لما جيت قلت لكم ده زوج الاسترالي مقابل الدولار وفريم اسمه ويكلي. يعني ايه ويكلي؟ يعني كل شمعه من قدامكم دي بتقعد تتكون اسبوع، والشمعه دي يا شباب ليها اربع معلومات. ايه الاربع المعلومات اللي فيها؟ اول حاجه سعر الاوبن، سعر الافتتاح، وسعر الاغلاق، وحاجة اسمها الهاي، وحاجة اسمها اللو. تعالوا ناخد شمعة كده واضحة قوي عشان الناس تبقى يعني شايفة الموضوع ده. خلينا ناخد مثلا الشمعة، خلينا ناخد انهي شمعة، خلينا ناخد الشمعة دي، الشمعة دي، خلينا ناخد الشمعة دي ونعلم عليها كده بالمنظر ده. نتعلم اسود. طب خلينا نعلم choose color yellow مثلا. الشمعة دي، الشمعة دي ليها حاجة اهو، السعر الافتتاح. السعر الافتتاح ده اللي هو السوق فتح امتى. فأنا عندي السوق فتح عند السعر ده. طيب السوق أغلق امتى؟ السوق أغلق هنا. معنى كده إن الشمعة دي صاعدة ولا هابطة؟ أكيد الشمعة دي طالما فتحت فوق وقفلت تحت يبقى إيه؟ كان اتجاهها هابط، صح ولا لأ؟ شمعة فتحت فوق بالأعلى وقفلت بالأسفل، يبقى الشمعة دي اتجاهها إيه؟ هابط. طيب تعالوا
نشوف ايه الخطين اللي نازلين بالمنظر اللي قدامكم دول. الخطين اللي نازلين بالمنظر اللي قدامكم دول ده اقل سعر، ادنى سعر الشمعة وصلت له، وده اعلى سعر الشمعة وصلت له. يعني تعالى كده بالارقام نشوفها. الشمعة لو فتحت هنا عند السعر ده اللي هو 0.79 50، نزلت لحد السعر ده اللي هو 0.78 30، يعني نزلت حوالي 114 نقطة. ال 114 نقطة دول كان عنده ده السعر بتاع الافتتاح وده سعر الإغلاق، ولكن قبل الأسبوع ده ممكن ما يكون أول ما الأسبوع ده افتتح طلع لفوق، زار المنطقة السعرية دي، ولكن ما قدرش إن هو يستمر، فرجع نزل 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 لحد المنطقة السعرية دي. نقول مثلا يوم الجمعة حصل تداول إيجابي، فإيه اللي حصل قبل ما الشمعة تقفل؟ حصل صعود بالمنظر اللي أنتوا شايفينه ده. طيب يبقى الشمعة دي فتحت إمتى وقفلت إمتى؟ تقدر تبص على الجزء اللي تحت ده، خليني اشاور لكم عليه بالقلم. هتلاقوه ظاهر هنا او في الحته دي اللي انا بعلم عليها، هي المنطقه السعريه دي خلاص اللي انا معلم عليها. لما تيجي تقف كده بالسهم هيقول لك التاريخ بتاع الشمعه، هيقول لك الاو ده سعر الاوبن الافتتاح، الهاي ده سعر اعلى سعر الشمعه وصلت له، اللو ده ال ده اللي هو اللو اقل سعر الشمعه وصلت له، السي ده معناه الكلوز، الشمعة قفلت عند سعر كام. طيب تعالى بص على الشمعة دي وهي بتتكون، يعني تعالى بص على الشمعة دي، اجيب لكم فريم اصغر. اللي انا كنت فاتحه ده فريم بيمثل اسبوع، يعني كل اسبوع بشوف شمعة واحدة. طب انا عايز اشوف كل دقيقة شمعة، بدوس فين؟ شايفين الام 1 والام 5 والام 15 والام 30 والام والاتش 1 والاتش 4 والدي 1 والويكلي والمانثلي، كل ده بيعبر على فترات زمنية. المانثلي هيقول لك شهري، كل شهر بشوف شمعة. الويكلي اللي هو الدبليو 1 ده كل اسبوع، الدي 1 كل يوم بشوف شمعة، الاتش 4 كل 4 ساعات، الاتش 1 كل ساعة. طب انا عايز اشوف كل دقيقة ام 1. الام 1 تعالى بص كده على الرسم البياني وهو بيتكون، بص الشمعة بتتكون ازاي. خلينا مثلا الدقيقة قاعدين، طبعا الدقيقة ده انت شايف يعني ارقام فاضية، ولكن انا بوريكم يعني بشكل ايه أدق بالتفاصيل. بص هنا الشمعة شكلها عامل إزاي؟ كده الشمعة قفلت وفتحت شمعة جديدة. الشمعة الجديدة اللي قدامكم دي يا شباب هتقعد مدة دقيقة هي كمان، تطلع بقى وتنزل وهكذا. ممكن واحد يجي يقول لي هي الشمعة ممكن تفتح وتقفل عند نفس السعر؟ أه، أهي الشمعة دي فتحت وقفلت عند نفس السعر، طلعت كتير ثم نزلت تاني ثم طلعت تاني وقفلت فين؟ عند نفس السعر فتحت عنده. الشمعة بص تنزل وبتطلع. واحد يقول لي طب اشمعنى الشموع الهابطة لونها أبيض والشموع الصاعدة لونها أسود أو مفرغة من الداخل كده؟ هقول له بص خليكم متابعين بس شكل الشمعة دي وتتكون. هقول له أنت اللي بتختار كل الكلام ده، إزاي بتختار الكلام ده؟ تيجي هنا بتدوس الإعدادات Properties، تمام؟ طيب وبعديها او بتدوس F8، بمجرد ما هتدوس عليها هيقول لك اختار الالوان اللي انت عايزها. وليكن هنا بص الشمعة قفلت وفتحت شمعة جديدة، والشمعة الجديدة دي كمان هتفضل بقى ايه تعيش مرحلة حياتها، تطلع وتنزل وهكذا. البار داون انا عايز الشمعة اللي بتنزل لونها احمر اهي، يبقى ده الجدار بتاع الشمعة اللي بتنزل. طيب لسه داخل الجدار الشمعة لونها ابيض، فده هلاقيه فين؟ في البير كاندل. بيسموا الناس اللي بتبيع دايما كده، بنسمعها حتى في النشرات، الدببه. الدببه سيطروا على الاسواق، الدببه دول اللي هم البياعين، الناس اللي بتبيع. وليه بيسموهم الدببه؟ لان لو جيت بصيت على الدب كده وهو بياكل الفريسه بتاعته هتلاقيه ان هو بياخدها وبيخنقها وبينزل بيها لتحت. وبيسموا الناس اللي بتشتري سيران، يقول لك حتى سيطرت السيران اليوم على مجريات التداول. ليه بيسموها السيران؟ لان التور بياخد الفريسه بتاعته او اللي بيهاجمه من اسفل لاعلى، فبيرفع ايه الفريسه بتاعته، ولكن الدب بياخدها بيخنقها تحت وبعد كده بياكلها. طيب فانا دلوقتي خليت الشمعه الهابطه لونها احمر، طب انا عايز الشمعه اللي صاعده لونها مثلا ازرق او اي لونها مثلا اخضر، كلها اخضر، فهنا البار اب اهو صاعد. طب انا عايز البول بقى السور، اها هاجي من هنا اهوت، خليه مثلا كده
تمام، انا موافق على الاعدادات اللي قدامي دي، او موافق، فادوس اوكي. بص شكل الشرط بقى عامل ازاي وهكذا. طيب ده شكل رسم البيان. طب الجزء اللي على الشمال ده شاشة الاسعار، دي اسمها الماركت ووتش. بشوفها منين؟ اهي، هتيجي هنا اهي، اسمها ماركت ووتش، بتقدر تجيبها حتى من كنترول زائد ام لو حد عايز اختصار، ولكن هي موجودة فوق اهي في الشريط ده، اسمها ماركت ووتش. انت بمجرد ما هتقف على اي اداة هيجيب لك اسمها. طيب الماركت ووتش دي انا عايز اشوف الشارت بتاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، وعايز اشوف الدولار مقابل الفرنك، وعايز اشوف الاسترالي مقابل الدولار. اختار اللي انا عايزه، اجي مثلا عايز اشوف الباوند مقابل الدولار، هاجي اقف عليه وهاجي ادوس كليك يمين، وهدوس حاجه اسمها ايه، شارت ويندو. يبقى انا وقفت عليه، كليك يمين، شارت ويندو، اهو اتفتح لي. بمجرد ما يتفتح لك الرسم بين، هيجي لك على ايه، على حسب الشارت القديم اللي كان شغال، انت بقى اللي بتقدر ايه تعدل فيه. هتعدل، ممكن تعدل فيه زي ما احنا كنا بنعدل. اجي اول حاجه هيجي يشيل الشبكه اللي قدامكم دي، ممكن اشيلها بكنترول زائد جي، او ممكن ادوس كليك يمين واختار ايه، جريد، اشيلها بيه. يبقى ممكن اشيلها كنترول زائد جي او الاختصار بتاعها، او اشيلها من هنا. لو دوست هنا هترجع تاني، لو دوست تاني اهي كده هتختفي. طيب بعد كده هاجي هكبر الرسم البياني عندي هنا، ده اسمه ايه، البار شارت، ما بستخدمهوش، هستخدم ايه، الكاندل ستيك. وهرجع هنا على الاعدادات وهختار البار اب زي ما هو، البار داون ممكن اخليه احمر اهي زي ما عملنا قبل كده، والبول اخضر. واحد يجي يقول لي طب انا كل ما هفتح شارت هعمل القصه اللي انت عملتها دي، لا انا عايز اظبط الشارت بتاعي ويظهر كل مره زي ما انا مسيبه. هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها سيف تمبلت. هاجي كده ادوس كليك يمين، وفي عندي حاجه اسمها تمبلت وسيف تمبلت. هسمي التمبلت ده مثلا رقم 12، ماشي خلاص. يبقى انا كل ايه ما هفتح شرط جديد هعمل التمبلت اللي هو رقم 12 ده، هينزل لي بالشكل اللي انتم شايفينه. فعايز مثلا اشوف الدولار فرنك اهو، بصوا فتح لي زي ايه ما بيفتح كل مره. هاجي هنا ادوس على التمبلت واجي اختار ايه، رقم 12 التمبلت بتاعي. بص بمجرد ما ادوس عليه اللي هيحصل، حول لي الشرط بنفس الاعدادات اللي انا ايه كنت عاملها. لحد هنا في اي استفسار يا شباب؟ لو ما فيش استفسار اكتبوا لي واحد. في ناس عامله الهاند رايز. تمام. أستاذ محمد بيقول لي ممكن تعيد الشرح من أنهي جزئية، ولا أنت لسه داخل؟ طيب عادي، عايز تغير اللون الأسود من الخلفية، برضو نفس القصة في نفس المكان اللي احنا كنا فيه. أستاذة فداء، أستاذ بس محمد قول لي أنت محتاج تعيد من أنهي جزئية. هتيجي هنا هندوس في عندك الباك جراوند، اختارها مثلا لونها ابيض وليكن. بصوا ولكن شايفين شريط الاسعار والوقت، شريط الاسعار اللي بيبقى على الجنب ده، ارجع تاني اسود. تمام، شريط الاسعار ده وده هيختفوا معايا. ليه؟ لان هم اصلا لونهم ابيض، فانا هنا هخلي الشاشه الباك جراوند بيضه، ولكن لازم اخلي شريط الاسعار والوقت لونهم ايه، اسود، عشان يبانوا. وهاجي ادوس اوكي، الشاشه عندي ظهرت بالشكل ده. استاذ محمد لسه داخل، فصل، حصل عندك مشكله بالاتصال؟ حاضر استاذ محمد. انا عندي بيظهر بس عملتين، ازاي اجيب العملات التانيه؟ طيب الجزء اللي عندكم بتاع الماركت ووتش ده، ركز بس معانا استاذ محمد، هتلاقيني بعيد اللي انت عايزه. هنا الجزء بتاع الماركت ووتش، انت ظاهر عندك مجموعه من العملات، في شباب هيلاقوا عندهم ان هم ظاهر عملتين ثلاثه بس، عايز تجيب بقيه العملات بتعمل ايه؟ بتيجي تقف هنا وتختار حاجه اسمها شو اول، تكليك يمين تاني وبتختار حاجه اسمها ايه، شو اول. دي هيظهر لك كل العملات اللي قدامك دي، خلاص. طيب شايفين الخانه دي، انا عندي هنا بيد واسك، انا عايز حاجه تانيه اسمها سبريد. اهي في عندي خانه اسمها السبريد، انا بحب اظهرها لان انا عايز اعرف السبريد بتاع البير اللي انا بتعامل عليه دلوقتي ده كام، خلاص.
دلوقتي انا عايز اشوف لو دي وضحت عندكم يا شباب، بس اكتبوا لي. عايز اشوف شكل الباوند دولار. بص معايا استاذ محمد، هاجي هنا اختار شارت ويندو، تمام؟ ظهر لي الرسم البياني ده. الرسم البياني ده حاجه اسمه بار شارت، بعرف منين اهو ده اسمه بار شارت. انا عايزه حاجه اسمها كاندل ستيك، شموع يابانيه. هاجي ادوس هنا اهوت، تمام، عشان يظهر لي الشموع اليابانيه بالمنظر ده. وقلنا الشمعة دي بتحتوي على 4 محتويات، حاجة اسمها سعر افتتاحها وسعر إغلاقها وأقل سعر وصلت له وإيه وأعلى سعر وصلت له. إحنا دلوقتي فاتحين حاجة اسمها فريم الساعة. فاتحين حاجة اسمها فريم الساعة. فريم الساعة ده بيقيس لك إيه؟ بيقيس لك كل ساعة شمعة. يعني الشمعة اللي قدامكم دي فاضل لها حوالي نص ساعة و6 دقايق وتقفل عشان الساعة تكون خلصت. أهو بصوا أنتوا فوق أهي، شايفين الماركت ووتش في الساعه دلوقتي كام؟ 20 و24 دقيقه و21 ثانيه. طيب انا عايز اشوف كل 4 ساعات اهو من الاطار الزمني اللي فوق ده. الدي 1، الدي 1 يعني يوم، الدبليو 1 يعني ويكلي، الام ان ده مانثلي. فبص انت مثلا لو فاتح فريم مانثلي وعامل زوم اوت مصغر او الشارت، انت شايف السعر بتاع الجنيه الاسترليني من امتى؟ شايفه من ايام 1997، دي كانت اسعاره. ودلوقتي هو دلوقتي 2019، فانت شايف فتره زمنيه كبيره جدا. طيب الفتره دي بتاعت 2008، بصوا الازمه العالميه كانت عامله ازاي على الجنيه الاسترليني. طبعا ازمه كبيره، والازمه دي ازمه البري اكزيت، او النزله دي نزله البري اكزيت. تقريبا نزله البري اكزيت يا شباب بتعادل عندنا جزء كبير جدا من اللي حصل في الكرايسيس بتاعت 2008. فما علينا. هنا قلنا احنا ممكن نغير، اول حاجه بنشيل الشبكه دي، تمام. وفي حاجه انا ما قلتها لكوش، حاجه اسمها مساحه التخيل، الشيفت ده، ان انت ما يبقاش السعر لازق عندك في الشرط، ما يبقاش لازق عندك هنا. فبتعمل حاجه اسمها ايه؟ الشيفت، بنسميها مساحه التخيل ليك. طيب عشان ما تيجي ترسم الادوات بتاعتك تعرف تتوقع. طيب ده بالنسبة لي الجزئية دي. طب انت عايز تغير شكل الرسم البياني ده، قلنا بتيجي هنا بتدوس كليك يمين على اي مكان وبتختار الاعدادات البروبرتيز، طيب، او من F8 بتدوس عليها. عايز تغير الباك جراوند، عايز تغير الخلفية بتاعتك، فممكن تخليها اي لون. مثلا في انا شفت قبل كده كانت بنت بتحضر معانا وخليتها بينك، فيعني كان صراحة لون غريب قوي، فانا هخليها هو باللون ده. انا بس عايز اوريكم ان انت تقدر تغير اللون زي ما انت عايز. البار اب والبار داون، انا قلت البار داون عايز الشمعة الهابطة اخليها لونها احمر، وهتيجي هنا عشان تخليها لونها احمر كمان هتدوس في البير اللي هم الدببة هتخليهم حمر، وهتدوس على السيران هخليها خضرة، فهتبقى الشمعة عندي بالشكل ده. طبعا المنظر فاقع جدا، ولكن يعني كل واحد حسب هو عايز يعمل ايه. انا دايما بحب الشرط الابيض الكلير خالص الفاضي. طيب انا كده عدت تاني تقريبا اللي انا كنت بقوله. استاذ احمد بيقول نفس الشيء عندي، انا عندي عملتين يا ريت تكون وضحت بعد ما ظهرناها، وضحت عند كل يا شباب. وش معنى سبريد؟ السبريد ده هو العموله اللي بتاخدها منك الشركه مقابل انها تنفذ لك العمليه. هي شركات الوساطه عموما بتستفاد ايه؟ زي مكاتب الصرافه كده، مكاتب الصرافه لما انت بتخش تغير من عندها عملتين بيستفادوا منك ايه؟ الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. هنا الفرق ما بين سعر البيت وسعر الأصل، سعر العرض وسعر الطلب، تمام؟ طيب الجزئية دي واضحة عند كل يا شباب، يا ريت بس لو واضحة تكتبوا لي واحد. عمولة الشركة، عمولة الشركة هو الفرق ما بين سعر البيت وسعر الأصل. طيب حاضر ماشي تمام.
آخر جزئية، كيف تربح شركة الوساطة؟ أعيد موضوع الفرق بين الرقمين من أول عشان نعرفه. طيب بصوا هنا يا شباب، عارف أنت ما تيجي تخش على مكتب صرافة فبتقول له لو سمحت عايز أبيع دولار مثلا وأشتري جنيه مصري، أو عايز أشتري ريال سعودي وأبيع دولار، أي حاجة أنت عايز تعملها، بتعرف الكلام ده منين؟ هو بيقول لك هتشتري ولا تبيع. الأسك ده سعر العرض، البيد سعر الطلب. أنا آسف، الأسك سعر الطلب، البيد سعر العرض. طيب الفرق ما بينهم، الفرق ما بينهم اللي هو الرقم ده ال 17. ال 17 ده يعني نقطة و7 من 10. ال 17 يعني نقطة و7 من 10، اعرفوها كده دلوقتي وهقول لكم ليه بعدين واحنا شغالين. ولكن تعالى اطرح الرقمين دول من بعض، يعني لو تعالى هنثبتهم هنا، هنكتب الرقمين دول في اللحظة السعرية دي أهو، أهي اهو، انا خدت ثبتها، بس هرجع للبرزنتيشن عشان احطها هنا اهوت عشان تقدروا تشوفوها معايا. برزنتيشن عايز بس اي سلايد، تعالوا هنا اهو، ده انا خدتها كوبي بيست بس عشان ايه نشوفها. هتاخد الرقمين دول، عايز بس ايه افتح الآلة الحاسبة كالكوليتر، تمام مش عارف ظهرت عندكم ولا لأ. لأ أنا ظهرت حاجة تانية أصلا. آه تمام كده ظهرت. هتاخد الرقمين دول اليورو دولار، هتطرح الرقم ده من ده، هطرح الرقم الكبير طبعا من الرقم الصغير اللي هو 1.12، تمام، كام؟ 10.4. حلو، هطرحه من كام؟ هطرحه من ناقص 1.12087، هيديني كام؟ هديك الرقم ده اللي هو ال 17، اللي هي يعتبر ايه؟ نقطة و7 من 10. فاكرين دي عمولة الشركة، بتاخد منك نقطة و7 من 10، يعني فاكرين العقود اللي كنا بنتكلم عليها امبارح؟ يعني تعالوا نمسح الكلام ده، تمام، ونرجع للجدول بتاعنا تاني. لو جينا قلنا مثلا انك انت داخل عقد ستاندر، اكتبوا معايا كده يا شباب، يعني هسأل دلوقتي وانتوا جاوبوا معايا. لو قلت لك انت داخل عقد ستاندر 0.01 1.00، طيب قيمة النقطة الواحدة قيمتها كام؟ ها ها 10 دولار. طيب لو قلت لك ان انت داخل 0.10، ده عقد، حجم العقد، ها جاوبوا معايا يا شباب، دي الحجم العقد ده قيمته كام؟ النقطة الواحدة قيمتها كام؟ الله ينور الله ينور اللي جاوب، الله ينور عليكم كلكم، استاذ فداء، استاذ احمد، استاذ محمد، استاذ ياسين، استاذ ساره، الله ينور عليكم. قيمتها 1 دولار. طيب هو هنا بياخد مني كام في العمليه اللي فاتت دي؟ قلنا بياخد مني نقطه وسبعه من عشره، تمام، يعني المفروض لو انا داخل عملية زي دي هياخد مني نقطة اللي هي قيمتها دولار و7 من 10، يعني 70 سنت، يعني هياخد مني عمولة لو أنا داخل عقد زي ده نقطة دولار و70 سنت. طب لو أنا داخل عقد كبير زي ده هياخد مني كام؟ النقطة الواحدة قيمتها 10 دولار، يبقى هو هياخد مني 10 دولار اللي هي النقطة وال7 من 10 اللي هم كام؟ 7 دولار، يبقى هياخد مني كام؟ 17 دولار. طب لو أنا داخل أقل عقد اللي هو 0.01، هنا قيمة النقطة كام؟ 10 سنت، صح ولا لأ؟ هياخد مني 10 سنت و7، يبقى هياخد كام؟ 17 سنت، تمام، عملته. الله ينور، ممتازين. طب يا شباب لحد هنا الجزئية دي واضحة؟ في أي مشاكل فيها؟ لو كله تمام اكتبوا لي واحد بسرعة. تمام. طيب هنا في حاجه عندك اسمها ايه؟ التيرمينال. التيرمينال واختصارها كنترول تي، ولكن انت هتلاقيها فوق كده اهي، شايفينها؟ طيب التيرمينال دي بتعبر عن ايه يا شباب؟ التيرمينال دي كل الصفقات اللي انت بتعملها بتنزل تحت، بمعنى تعالوا ندوس على نيو اوردر،
هخش صفقة جديدة اهي. اهو خلينا ناخد ال اهي ادي النيو اوردر بتاعي، هخش صفقة على الباوند دولار. طبعا انت خلي بالك من حاجة، اول حاجة اتفتح لنا عليها النيو اوردر على الجنيه الاسترليني. ليه؟ لان انا فاتح الرسم الباني لايه؟ للجنيه الاسترليني. يبقى هفتح نيو اوردر على الجنيه الاسترليني، هفتح بعقد ستاندر. الحساب صغير، الحساب ب 500 دولار، فطبعا طبعا ما ينفعش افتح عقد زي ده، عقد كبير جدا. فهفتح اقل عقد موجود في السوق اللي هو العقد المايكرو اللي قيمه النقطه الواحده فيه بتساوي كام؟ 10 سنت. وهدوس سيل مثلا على سبيل المثال. طبعا في حاجه عندك اسمها ستوب لوس وتيك بروفيت. ايه الستوب لوس وايه التيك بروفيت؟ يعني على سبيل المثال لو انا قلت لك انت دخلت تشتري من النقطه اللي هي دي اللي هي النقطه الحاليه، فانت شايف ان السوق هتشتري، يعني السوق هدفك فوق، قلت السوق هيطلع لحد المنطقه السعريه دي. طيب السوق لو نزل لحد المنطقه دي اهي مثلا هنا، خلينا نحط الخط ده مثلا بلون تاني اهو عشان تعرفوه، يكون احمر، خليه تخين كده اهو. السوق لو وصل للنقطه دي اسمها ستوب لوس. ايه الستوب لوس ده؟ اللي هو وقف خسائري. يعني لو السوق وصل للمنطقه دي وقف لي خسائري، تمام، هحط مثلا هنا في الستوب لوس الرقم ده اللي موجود هنا اللي هو كام؟ 1.2250. حلو. طيب التيك بروفيت جاني الارباح بتاعتي، انا عايز السوق لما يوصل لهنا اقفل الصفقه واجني ارباحي. ليه اقفل الصفقه؟ عادي جدا انك انت ممكن تشوف السوق بيعمل معاك المنظر ده، يطلع يوصل للمنطقه السعريه دي ثم مره واحده ينزل وانت ما تكونش لحقت قفلت الصفقه بتاعتك. فايه اللي يحصل؟ تلاقي نفسك طبعا ايه، بعد ما كنت انت كسبان لقيت نفسك ايه، رجعت خسرت مرة تانية اللي انت ايه كسبته. يعني السوق يطلع بالمنظر ده وينزل تاني من غير ما تلحق ايه تقفل الصفقة، فانت بتعمل حاجة اسمها ايه، تيك بروفيت. اذا هحط التيك بروفيت بتاعي فين؟ عند الرقم اللي فوق ده اللي هو كام؟ 1.33355. حلو. وهدوس ايه؟ باي. طب لو دوست سيل مش هينفع، لان الستوب لوس بتاعك المفروض يبقى فين؟ فوق مش تحت. اذا هدوس باي. الصفقة نزلت تحت، وأول ما نفذ الصفقة كان واخد مني 17 سنت اللي هم كام؟ العمولة بتاعته، تمام. بص الصفقة بدأت بخسارة. طبعا السوق كل ما يطلع كل ما هيبقى إيه، هنا عندي الجزء ده بمكسب، كل ما هينزل كل ما الجزء ده عندي يبقى بخسارة. طبعا هو هنا بيطلع فإيه، فبيحقق لي إيه، بيقلل الخسارة اللي اتفتحت عندي بيها الصفقة. طب أنت عايز تقفل الصفقة دي، قررت إن خلاص تقفلها، تعالى هنا بس. أول حاجة ده رقم العقد اللي انتوا شايفينه ده اهو، ده رقم العقد الجزئيه دي، ده وقت الصفقه اللي انت دخلتها، ده نوع الصفقه اللي انت دخلتها، انت دخلت تشتري، ده حجم العقد اللي احنا دخلناه اللي هو الـ 0.1. انت دخلت العقد ده على ايه؟ على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. السعر كان كام؟ وقف الخسائر بتاعتك كان كام؟ التيك بروفيت بتاعك كان كام؟ السعر الحالي كام؟ الكوميشن لو الشركة بتاخد منك عمولة زائد السبريد، في شركات بتاخد منك عمولة زائد السبريد، فهنا صفر لأن الشركة ما خدتش منك. السواب ده حاجة اسمها سواب فوائد التبييت، انت كل ما بتبيت صفقة كل ما الشركة بتاخد عليك عمولة. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده في اوربكس حاليا لأن الحسابات عندنا إسلامية، ولكن في شركات بتاخد منك سواب ان انت واخد مني رفعة، والرفعه دي فلوس، والقرض ده انت حاجزه في صفقات، فكل ما هتبيت الصفقه دي في فتره من الزمن كل ما انا هعد عليك ايه؟ عموله. طيب والبروفيت او اللوس بتاعك انت كسبان ولا خسران كام؟ طيب في استاذه ساره بتقول كيف اعرف كم عقد اشتري وكم الربح اللي اقفلها؟ دي لسه هنتكلم فيها، احنا كل ده يا جماعه لسه بنشرح انت ازاي تتعامل اصلا مع السوفت وير، احنا لسه ما جيناش جنب اي حاجه، احنا لسه التقيل جاي. كيف تطلع تعرف انه بيطلع او بينزل؟ ده لسه بدري، احنا لسه هنتكلم في الكلام ده، ولكن انا عايزكم تعرفوا دلوقتي ازاي بنستعمل البلاتفورم. طيب انا دلوقتي مثلا شايف ان انا ايه كسبت او خسرت وعايز اقفل الصفقه دي، بعمل ايه؟ باجي هنا عند الجزء بتاع علامه الاكس ده بدوس كلوز علامه الاكس دي. طب واحد تاني يقول لي لا في طريقه تانيه للقفل بتاعها، ممكن تدوس عليها مرتين وتيجي هنا تدوس كلوز اللي هو باللون الاصفر ده، تمام. طيب اهو مثلا انا هقفلها على الخساره دي، اجي هنا في الاكونت، تمام، تعالوا نمسح الكلام ده. عندي هنا حاجه اسمها اكونت هيستوري. الاكونت هيستوري ده بقى الصفقات اللي انت فتحتها وقفلتها بتروح فيه،
فانت بيقول لك انت فتحت الصفقه دي التاريخ امتى اهو، وقفلتها التاريخ امتى. تقريبا قعدت معايا حوالي 3 دقائق اهو، ما بين التاريخ ده والتاريخ ده 3 دقائق. قافلها خسران كام؟ قافلها خسران 30 سنت. خلاص؟ طيب ده ايه ده الاكونت تيست، وبتقدر تطبع الاكونت تيست ده كمان وقت ما بتحتاج. ده بالنسبه لشكل الحاجات الاساسيه اللي انتوا هتحتاجوها بالنسبه للمنصه. في اي استفسار عن الجزئيه دي؟ لو كله تمام بس اكتبوا لي واحد. تمام. طيب تعالوا بقى نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا. أول حاجة إحنا هناخد مدخل لعلوم التحليل. دلوقتي أنا عمال أقول لك أنت لو اشتريت وعارف إن السوق طالع، والسوق طلع فعلا، أنت بتحقق أرباح، ولو أنت دخلت تبيع وأنت عارف إن السوق نازل وبعت فعلا والسوق نزل، أنت بتحقق أرباح، وتقدر تحقق أرباح بالشكل الفلاني، وتقدر تحقق أرباح بالشكل الفلاني. ولكن الجزء الأهم، أنا هعرف منين أصلا إن السوق طالع، وهعرف منين أصلا إن السوق نازل؟ المعلومة دي نفسها هجيبها منين؟ قال لك المعلومة دي لازم انت كشخص تكون قادر انك انت تحلل السوق، قادر ان انت تتوقع الحركة. طب هتوقعها منين؟ يعني بالحظ كده هبقى قاعد مثلا اقول شراء شراء بيع بيع؟ لا، المعلومة ببساطة انك انت تدرس العلوم اللي بتخليك تتوقع حركة السوق اصلا. قال لك هو في علوم تخليني اتوقع حركة السوق؟ اه. قال لك في حاجة اسمها تحليل اساسي، الفاندمنتال اناليسيس. الفاندمنتال ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن المؤشرات الاقتصادية اللي بتطلع في البلد دي، والاخبار الاقتصادية اللي بتطلع فيها. بحلل المعلومات دي بتديني اتجاه او دايركشن عن العملة دي خلال الفترة الزمنية القادمة. بمعنى تعالوا مثلا نتكلم على الدولار الامريكي وبندردش كده بشكل عام. الدولار الامريكي احنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت ان واحد زي جيروم باول محافظ الفدرالي الامريكي، الراجل دوت ناوي يخفض سعر الفايده، وشايف ان الاقتصاد يستحق تخفيض سعر الفايده الفتره المقبله. طيب ادي اول عامل سلبي. عندهم البيانات بتاعت سوق العمل جيده نوعا ما، يعني دي مش حاجه وحشه. عندهم البيانات النمو يعني يعتبر جيدة نوعا ما، ما فيهاش فيها مشاكل. ولكن عندهم الرئيس بتاعهم اللي هو دونالد ترامب، الراجل ده بيتكلم على ايه او عايز ايه؟ عايز سعر الدولار منخفض. ليه عايز سعر الدولار منخفض؟ عشان يبقى عنده ميزة نسبية في موضوع التجارة. ومن اول ما مسك وهو عايز يخفض سعر الدولار. طب واحد يجي يقول لي طب ما هو من اول ما مسك والدولار بيطلع ما بينزلش. هقول لك صح، ولكن من اول ما مسك كان الفيدرالي بيعمل ايه؟ بيرفع سعر الفايده. يعني الفيدرالي كان بيرفع سعر الفايده، ودونالد ترامب كان عايز سعر الفايده يحصل فيه ايه؟ ينخفض. طيب دلوقتي الفتره الحاليه اتجاه دونالد ترامب ان هو عايز يخفض سعر الفايده ماشي مع اتجاه الفيدرالي. خلي بالكم بره الدنيا مختلفه عننا كشعوب عربيه. البنك الفيدرالي مستقل تماما تماما بقراراته وآرائه وكل شيء، وممكن السياسة المعينة اللي كان يعني كان قبل جيروم باول كان في اللي ماسك البنك المركزي كانت جانيت يلين. جانيت يلين كانت برضو متبعة نفس النظام اللي بيتكلم عليه جيروم باول دلوقتي، اللي هو رفع سعر الفايدة. ولكن لما كان المفروض المرشح لخلافة جانيت يلين كان هو جيروم باول، وجيروم باول جه بناء على ترشيح من دونالد ترامب. يعني المفروض انا راجل جاي اصلا، الراجل ده اللي جايبني امسك المنصب ده، فالمفروض اقل ما فيها اللي انا هنفذ السياسة اللي هو عايزها. طبعا بره مفيش الكلام ده خالص، فالراجل ده كمل على السياسة اللي كانت بتقوم بيها جانيت يلين، اللي هو اصلا بسببها مشيت من رئاسة الفيدرال. طيب
إذن كل العوامل دي عوامل تحليل أساسي أو التحليل الإخباري، بحلل مؤشرات الدولة دي، ومن خلال تحليلك لمؤشرات الدولة دي الاقتصادية والأخبار اللي بتطلع فيها تقدر تاخد إنديكيت عن اتجاه العملة في الفترة الجاية. ده علم اسمه التحليل الأساسي. قصة بقى كبيرة جدا هنتكلم فيها، أستاذ ياسين هو بيتكلم على الجي 7 والاجتماعات بتاعت الجي 20 كمان. خلي بالكم في حاجة اسمها جي 20 كانت لسه عندنا موجودة من خلال أسبوع تقريبا أو أسبوعين، ودي اجتماعات مهمة جدا بتعرف برضو بيجتمع فيها قادة من الدول، قادة الدول العظمى، وبتبقى مرتبة نتيجة للجي دي بي بتاعهم، نتيجة الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي ده الدولة دي بتنتج قد إيه في السنة. فبيبقى واخدين أعلى 20 دولة الناتج المحلي الإجمالي بتاعها كبير. طيب القرارات اللي بيوصلوا لها مهمة ولا لأ؟ طبعا مهمة. خلي بالكم في الجي 20 اجتماع مجموعة ال20 اللي فات، الرئيس الأمريكي ورئيس الصين حصل ما بينهم نوع من أنواع المهادنة في الصراع التجاري. في عندنا دلوقتي قضية مشتعله في العالم عموما اسمها الصراع التجاري. خلي بالكم من المعلومات اللي انا عمال اقولها لكم دي، لازم تبقوا عارفينها، وانتوا كمان هتسرشوا عشان تعرفوا معلومات اكتر، ولكن يعني انت لازم تبقى عارف ابديت عام عن الماركت زمان كان بيحصل فيه ايه ودلوقتي بيحصل فيه ايه. عندنا قضيه مهمه جدا لحد دلوقتي شغاله، الصراع التجاري. الصراع التجاري ده بدا امتى؟ من ساعه ما الرئيس الامريكي اللي هو دونالد ترامب وصل للحكم. الراجل ده عمل ايه؟ جه بص كده للصين، لقى ان الصين بتنتج اكتر منه، او مش بتنتج اكتر منه ولكن الانتاج بتاعها كبير جدا، وبتنافسه او بتقدر تصدر لدول هو ما بيقدرش يصدر لها. طب ليه؟ عشان سعر العملة بتاع الصين سعرها منخفض. فلما انت تكون سعر العملة بتاعتك منخفض، على سبيل المثال تعالوا ناخد مثال مصر. مصر لما حصل تعويم في العملة أنا آسف، مصر لما حصل تعويم في العملة إيه اللي حصل فيها؟ سعر العملة بقى منخفض، بدل ما كان سعر ال1 دولار، تعالوا نكتب الحتة دي كده على البرزنتيشن، بدل ما كان كل 1 دولار بيساوي 7 جنيه، تمام؟ بقى كل 1 دولار بيساوي كام؟ بيساوي 17 جنيه. ده السعر الجديد. واحد يقول لي طب ايه اللي الدولة هتستفاده لما عملتها تنزل بالشكل ده؟ العملة نزلت بشكل كبير جدا. ايه اللي هنستفاده؟ هقول لك تعالى بص هنا، انا كواحد مستثمر، انا ماليش علاقة بقى بمصر، انا ببص للارقام، والارقام دي من خلالها هقدر احدد استثمر في الدولة دي ولا لا. الدولة دي ممكن تبقى صالحة ان انا كواحد احط فلوسي فيها ولا لا. لما نزلت سعر العملة، طبعا في فرق ما بين النزول وما بين الانهيار، احنا اللي حصل عندنا شوية نوع من الانهيار، ولكن كان ممكن جيد وفي ناس كتيرة جدا استغلته. لو انا واحد عندي دلوقتي مليون، او خلينا نقول 10,000 دولار عشان نعرف نحسبها بشكل بسيط، 10,000 دولار، ال 10,000 دولار دول كانوا بيساووا كام في الدولة دي؟ كانوا بيساوي 700,000 جنيه. كانت الموظف او الشاب لما بيتخرج كان بياخد 1200 جنيه مثلا في الفتره دي، تمام؟ طيب حصل تعويم في العمله، ال 10,000 دولار اللي كانوا معاك كانوا بيساوي كام؟ كانوا زي ما قلنا بيساوي 700,000 جنيه، انا اسف 70,000 جنيه. طيب ال 10,000 دولار بتوعك هم صح ولا لا؟ بيساوي كام دلوقتي بالسعر الجديد؟ بالسعر الجديد بيساوي 770,000 جنيه. صح؟ طيب انا كواحد مستثمر اقدر احط فلوسي دلوقتي ولا لا؟ الفلوس بتاعتي قيمتها اتضاعفت. فاذا بدل ما كنت هدي مثلا الشاب 1200 جنيه، خلي بالكوا المرتبات مثلا بقت كام؟ بقت 1500 مثلا، او بقت 2000 جنيه، ولكن النسبة والتناسب او النسبه ما بين الزياده دي والزياده دي ما تكفرش طبعا الفرق الكبير جدا اللي حصل في سعر العمله. فده خلى الدوله دي ايه اللي يحصل فيها؟ تبقى جاذبه للاستثمار، سعر العمله بتاعها رخيص. فبالتالي ايه اللي يحصل؟ هتلاقي ان الشركات تنزل تفتح ليها مشاريع في الدوله دي.
اللي عملتها رخيصة أو اللي عملتها منخفضة، هتلاقي إيه اللي يحصل ممكن تاني؟ الدولة دي بقى هيتفتح فيها مصانع، فبالتالي هتعمل إيه؟ هتنتج، فالإنتاج ده يزيد، يبقى في عندك إيه؟ صادرات أكتر، أكتر من وارداتك. طب الدولار لما سعره يرتفع، الراجل ده هيوصل لإيه؟ هيقل طبعًا، هيبقى من الناحية دي. طب لما سعر العملة بتاعته ينخفض، هيبقى من الناحية دي، الناحية اللي إحنا بنقول عليها بتجذب الاستثمار وبتزود صادراتك، تقدر تنافس. أستاذ ياسين بيقول لي ممكن تشرح فكرة الايكونوميك كاليندر. طبعا في عندك حاجة اسمها المفكرة الاقتصادية. ايه المفكرة الاقتصادية دي؟ تقدر تجيبها من هنا اهوت، هبعت لكم اللينك بتاعها، ودي انت بتشوف من خلالها كل يوم المؤشرات الاقتصادية المهمة اللي هتطلع عندك. خلينا نمسح الكلام ده. عندك حاجة اسمها أدوات التداول، هتيجي عند حاجة اسمها التقويم الاقتصادي، هتيجي تدوس عليها كده، هيظهر عندك إيه الأحداث المهمة النهاردة مثلا أو بكرة. بكرة إيه الأحداث المهمة؟ عندك في حاجة اسمها الميزان التجاري، ده دي مش مهمة قوي لأن إحنا ما بنتجرش على عملة الدولة دي. عندك هنا في اليورو، عندك في خطاب لكور عضو المجلس التنفيذي، ولكن الخطاب من دول باللون الأصفر كده يبقى الفعالية بتاعته مش قوية. باجي هنا أشوف إيه الأخبار، التأثير بتاعها عالي. مؤشر زي تصريح البناء في الدولار الأمريكي اللي هي الولايات المتحدة، ده مؤشر قوي. طيب المؤشر القوي ده أنا عايز أشوف هو عبارة عن إيه، فبتدوس عليه، أهميته هو مرتفع. بيقول لك تصاريح البناء توضح عدد التصاريح لبناء منشآت جديدة صادرة عن الحكومة أو هيئة تنظيمية، بمعنى الحكومة دلوقتي صدرت كام تصريح للبناء. تعالى نفترض مثلا إن إحنا دلوقتي عندنا دولة، والدولة دي فيها كمية بناء كتير جدا، وكل يوم التصاريح اللي الحكومة بتديها كتير، الشركات الإنشاءات بتشتغل، شركات التسويق العقاري بتشتغل، الشركات دي بتوظف ناس فبتحقق مكسب. اعرف ان المؤشر قوي منين؟ من اهميته، اي اهمية المؤشر مرتفع. ارجع تاني اهو، هنا مثلا بيقول لي النتائج السابقة لي، ارجع تاني للتقويم. بص هنا الاصفر ده يعني معناه انه المؤشر مش مهم، الاصفر معناه اهميته متوسطة، الاحمر التأثير بتاعه قوي، تمام، قوي على الماركت. طبعا تقدر انت تخلي التوقيت بتاعك زي ما انت عايز، تقدر الاسبوع الحالي، الاسبوع السابق، انت حسب انت عايز تشوف التأثير عامل ازاي. في عندنا برضو حاجة مهمة جدا اسمها فوركس فاكتوري، لو في شباب عايزة تشوف الكالندر بشكل تاني، فوركس فاكتوري. فوركس فاكتوري ده في ميزة كويسة جدا، ان انت تقدر هنا بتدوس فلتر وبتشيل الاخبار اللي مش مهمة، وبتسيب مثلا الاخبار المهمة بس. انا عايز ايه؟ الاخبار اللي لونها احمر. بيقول لك عايز تشوف اخبار ليها علاقه بالايه، بالكروس، بالنمو، ولا بالانفليشن، بالتضخم، ولا بالبطاله، ولا اخبار جايه من السنترال بانك، وهكذا السترين. طيب وعايز تشوف الاخبار دي على عملات ايه، ممكن انا عايز اشوف عملات تانية، طيب وهكذا. فبدوس ايه، ابلاي فلتر، فهنا جايب لي ايه 16 جولاي اللي هو النهارده، الاخبار اللي طلعت الكور ريتيل سيلز، ده اللي هو بيقول لك المبيعات بتاعت التجزئه بقيمتها الاساسيه ارتفعت على الدولار الامريكي اهي، الاكتوال الحقيقي اللي طلع دلوقتي، الفوركاست المتوقع، المتوقع بتاعها كان كام؟ تطلع زياده بواحد من 10%، وهي كانت القراءه السابقه بتاعتها جايه بكام؟ ب 4 من 10. فالقراءه دي جت بنفس الايه؟ بنفس التوقع. التوقع ده ايجابي ولا سلبي؟ اكيد ايجابي. ليه؟ لانه جه اكتر من اللي كان السوق متوقعه، يعني القراءة دي جت إيجابية أكتر ما كان السوق متوقعها، يعني السوق كان متوقع 1 من 10 جت 4 من 10، إذا القراءة دي جيدة. عشان كده لما تيجي تبص على الدولار الأمريكي النهاردة هتلاقي فيه صعود. يعني تعالى، في حاجة عندنا اسمها الدولار إندكس، الدولار إندكس ده بيوريك أداء الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات. تعالى بص كده الدولار الأمريكي طلع قد إيه، طلع رقم كبير. ليه طلع الشكل اللي قدامكم ده؟ عشان كانت البيانات الاقتصادية جاية إيجابية، فده ادى لايه؟ ادى لارتفاع العمله. فاذا البيانات يا شباب بتاثر بشكل كبير جدا على حركه السوق.
طيب في حاجة مش واضحة لحد دلوقتي؟ لو في حاجة مش واضحة عندكم يا ريت تقولوا لي. ربنا يخليك يا أستاذ ياسين، الله يبارك لك. أهم المواقع للحصول على أخبار عندنا في حاجة اسمها مدونة أوربكس، دي يعني كل يوم تقريبا بتلاقي عن كمية أخبار وبالتحليل بتاعها. يعني أنا مش بديك الخبر كده وبسيبك أنت تتوقع الدنيا إيه، لا أنا بساعدك إن أنت تتوقع الخبر. يعني لو جيت هنا دوست على حاجة اسمها المدونة هيتفتح قدامك الموقع ده، هتلاقي في حاجة عندك هنا حاجة اسمها تقرير السوق. كل يوم بنديك أفكار عن الماركت، الماركت ممكن يتحرك إزاي. طبعا إيه بيبقى قدامك الرسم البياني دوت مثلا، وابتدي أنا أو أي حد من الشباب معانا في القصة بنكلمك على الفرص المتاحة ممكن في السوق. في مواقع اسمه investing.com، موقع برضو بيدي في تقارير كويسه جدا. في موقع زي فوركس فاكتوري اللي انا كنت لسه بوريه لكم ده موقع فيه اخبار كويسه جدا تقدروا ان انتوا ترجعوا لها. وفي تقارير هنا موجوده مثلا زي باول، وكان بيتكلم على الكرايسيس بتاعت النهارده، كان في حديثه النهارده، وهنا كاتب لك الكلام اللي قاله. باجي هنا ادوس فول ستوري بيجيب لك الخبر كامل أو المقالة كاملة. تمام، فبتقدر انت ايه تتابع الأخبار دي. في بلومبرج طبعا، يعني بلومبرج من أهم المصادر اللي ممكن بتجيب منها أخبار، في مصادر كتيرة. لا الصوت تمام ما تقلقوش، انا بس كنت واقف مستني الاسئله بتاعت الشباب. طيب يا ريت لو كل حاجه واضحه لحد دلوقتي نكتب واحد بسرعه عشان نكمل الشرح، لسه عندنا جزء مهم جدا عايزين نتكلم فيه في محاضره النهارده لسه ما خلصناهوش. تمام حلو قوي. طيب خلونا بقى ايه يعني نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا ونبص على الجزء التاني اللي كنا بنتكلم فيه. هنا عندي زي ما قلنا التحليل الاساسي بيهتم بالاخبار والمؤشرات اللي بتطلع في الدولة. بقى اللي هو الاخبار والتحليل الفني. في الجزء بتاع التحليل الفني بنهتم قوي بالرسم البياني، بنهتم قوي بالرسم البياني. يعني ايه؟ يعني انا ماليش علاقة بالاخبار اللي بتطلع بشكل كبير، وطبعا انا ضد السياسة دي، ولكن انا بقول لك التحليل الفني بيتكلم عليه، بيقول لك انا كل اللي مهتم بيه هو الرسم البياني اللي قدامك ده. من خلال الرسم البياني اللي قدامك ده انا اقدر اقول لك السوق هيطلع ولا هينزل. ايه ده؟ هو بتوع التحليل الفني شويه ايه عندهم ايجو، يعني بلاش اللي احنا ندرج للايجو ده. انا هقول لك افضل حاجه، الراجل بتاع التحليل الفني ده عنده فعلا ادوات بتعرفه اماكن لانعكاس السوق. يعني على سبيل المثال شايفين النقطه السعريه دي؟ ايه النقطه السعريه دي؟ السوق قال له ان هو بعديها هيكمل صعود، ده حصل فعلا. والنقطة السعرية دي السوق قال له انه هيصحح. فالراجل ده بيجي يقول لك ايه؟ طب انا محتاج التحليل الاقتصادي في ايه؟
انا مش عايز تحليل اقتصادي بقى، لا انا ضد السياسه دي، وفي ناس كتير جدا ضد السياسه دي، والناس دي هي الصح. ليه بقى؟ دايما ادمج، يعني لو الاخبار الاقتصاديه بتقول لك ان السوق صاعد والتحليل الفني كمان بيقول لك ان السوق صاعد، الله دي فرصه ممتازه، اخدها ولا لا؟ طبعا تاخد الفرصه دي. طب لو السوق بيقول لك، التحليل الفني بيقول لك اشتري، والتحليل الاقتصادي بيقول لك لا بيع، يبقى ايه؟ بلاش الفرصه دي. انت عندك كميه فرص مش هتنتهي، والماركت فيه كميه فرص عمرها ما هتنتهي، وهتفضل طول عمرك هتسمع الجزئيه دي، وانت نفسك في يوم من الايام ان شاء الله يا شباب لما تيجوا تشرحوا لحد هتقعدوا تقولوا لهم برضو كده، الماركت فيه فرص ما بتنتهيش الى ما لا نهايه. طيب اذا التحليل الفني ليه علاقه بحركه السعر، السوق الصاعد ده والسوق الهابط ده، انا من خلال الحركه السعريه اللي قدامكم دي اقدر اتوقع ايه اماكن الانعكاس، يعني التحليل الفني قال ان السوق هينعكس من النقطه السعريه دي، وانعكس فعلا حصل فيه صعود. يبقى اذا التحليل الفني بيقول لك ابعدني انا عن الاخبار، انا كل حاجه بشوفها عندي من الرسم الباني. هقول له ازاي؟ هيقول لي هو مش السوق صعد، مش في عندي صعود اهو. هقول لك ماشي، ادي الصعود اهو فعلا. هيقول لي يبقى اكيد الاخبار كانت ايجابيه، يعني انا مش محتاج ارجع للاخبار. ولكن دايما انت لما تكون قاري وفاهم الخبر هيفرق معاك بشكل كبير جدا. طيب انا كمان عايزك تعمل ايه؟ انا عايزك تتوقع الحركه قبل حدوثها، يعني انا عايز اعرف ان السوق صاعد قبل ما يحصل انعكاس، يعني عشان استفاد بيه. ما انا لو عرفت ان السوق صعد بعد ما طلع فعلا انا كده استفدت ايه؟ لا انا عايز اعرف انه هيطلع قبل ما يطلع. وصلت؟ طيب قال لك طب ايه بقى مبادئ التحليل الفني؟ وعشان اكون صريح معاكم برضه يا شباب، التحليل الفني فيه ميزه مش متوافقه او مش موجوده في التحليل الاقتصادي. ايه هي الميزه اللي فيه؟ ان هو بيديك مناطق سعريه معينه، يعني بيديني المنطقه السعريه دي. اما التحليل الاقتصادي يقول لك ان الترند العام صاعد، ممكن اعرف الترند العام الصاعد ده منين؟ من هنا، فانا بقى داخل متاخر، او ممكن اعرفه من هنا فانا بقى دخلت برضو متاخر. فانا بقى التحليل الاقتصادي بيديني اتجاه عام للموجه، السوق عامه في حاله صاعده ولا في حاله هابطه، ولكن التحليل الفني بيديك انك انت تخش تشتري عند المنطقه السعريه 95 40 95 43، جاب منين الكلام ده؟ فتعالوا نبتدي في أول حاجات هتعرفنا بمبادئ التحليل الفني، وهي فكرة القمم والقيعان. إيه فكرة القمم والقيعان؟ قال لك القمم والقيعان دي اللي شغلك الشاغل خلال الفترة اللي جاية، واللي من خلالها هتقدر ترسم أي أداة. بمعنى تعالى هنا نجيب أي رسم بياني، وليكن الرسم البياني ده أهو. هنا في عندي كم قمة وكم قاعة، تعالوا مثلا ناخد على سبيل المثال الرسم ده هنا، تعالوا هنا نعد كده في كم قمة وكم قاعة بالقلم. هعد الأول القمم، أدي قمة، أدي التانية، أدي التالتة، أدي الرابعة، أدي خمسة. دي قمم صح ولا لأ؟ أي قمة. طبعا تقدر تطلع قمم لا نهائية، تمام، زي ما انت عايز، ارسم زي ما انت عايز. طيب واحد تاني يجي يقول لك ايه، طب طلع لي كده بقى ايه القيعان، هيجي يقول لك تعالى اهو ادي قاع، ادي واحد، ادي كمان اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، خمسة، ستة، وهكذا. تقدر تطلع طبعا ايه زي ما انت عايز قمم برضه لا نهائية. يبقى اذا تقدر تطلع قمم وقيعان لا نهائية. طب واحد يجي يقول لي ايه لازمتها؟ هقول لك لازمتها انك انت كل الحاجات اللي هترسمها، التحليل الفني عموما عباره عن رسوم. الرسوم دي بتترسم ازاي؟ بتترسم على بناء للقمم والقاعان اللي موجوده. في قمه واضحه وقمه غير واضحه، بمعنى شايفين القاعه دي؟ القاعه دي واضحه صح؟ لا اهي واخده شكل السبعه بشكل واضح، اهي واخده شكل السبعه، اذا واضحه. القمه دي برضو واضحه، القمه دي واخده شكل الثمانيه فواضحه. القمه دي برضو واخده شكل ايه؟ الثمانيه فواضحه. القاعده دي واخده شكل السبعه ايه فواضحه. بس تعالى مثلا بص حاجه زي مثلا القاعده دي، ايه القاعده مش واضحه، بصوا واخده جزء كده فلاتن، فمش واضحه في الدنيا بشكل كبير. فاذا القاعده دي ممكن ما تهتمش بيها بشكل كبير،
ولكن دايما اهتم بالقاعين الواضحة، القاعة بتبقى واخدة شكل السبعة، القمة بتبقى واخدة شكل الثمانية. طيب تعالوا نشوف هنستعمل بقى القمم والقاعين دي في ايه. قال لك اول حاجة هنتعلمها هو الدعوم والمقاومات، الدعم والمقاومة. ايه فكرة الدعم والمقاومة يا شباب؟ قال لك تعالى على سبيل المثال، تعالى مثلا نقف عند المنطقة السعرية دي، وخلي بالك الدعم والمقاومة. افتح بس هنا حاجة اسمها ايه، insert shapes. انا لو انا عايز اجيب الشيبس اللي قدامكم دي هجيبها منين؟ من هنا insert، هنا shapes، هجيب حاجة زي مستطيل كده، مستطيل او بالشكل ده خلاص. وخلي بالك التحليل الفني عموما بيناقش العقل، وحاجه اسمها البرايس اكشن. ايه البرايس اكشن؟ اللي هي السلوك السعري، السعر عند المنطقه الفلانيه اتحرك ازاي، ودي بيهيفير بتاعت متداولين اصلا، تمام؟ يعني ده سلوك بتاع متداول. يعني ايه اللي خلى الرسم السوق بدل ما كان هابط بالشكل ده انه يعمل انعكاس ويطلع السوق بالمنظر ده؟ سلوك متداول، سلوك متداول هو اللي خلاه ينعكس بالمنظر اللي قدامكم ده. فاذا ان التحليل الفني بيقيس فكره او بيتكلم على فكره الايه، البرايس اكشن. طيب تعالى هنا شوف السوق لما وصل لاول منطقه، وصل للمنطقه السعريه دي، راح ايه اللي حصل؟ كان صاعد وبعد كده رجع هبط بالمنظر قدامكم ده ورجع ارتد. انا ما اعرفش، عادي ما يرتد، ايه المشكله؟ عادي بالنسبه لي منطقه زي اي منطقه. طيب كان طالع بالمنظر ده وبعد كده رجع نزل وهكذا وهكذا، وبعدين رجع تاني للمنطقة دي، وحصل ايه؟ وحصل ارتداد. اذا المنطقة السعر ده في حاجة مهمة، صح؟ السعر ده مهم، فببتدي اراقب السعر ده. اجي الاقي السوق لما وصل له مرة تانية حصل ايه؟ حصل ارتداد. اذا المنطقة دي منطقة دعم. يعني ايه دعم؟ يعني منطقة سعرية بتدعم السعر انه يحقق انخفاض. عارف كده لما اجي اقول لك ايه، ان اقل سعر مثلا يوصل له السوق ده، اقل سعر مثلا معايا تليفون، التليفون دوت انا بجيب شحن التليفونات وبنزل ابيعها في السوق، ببيع التليفون مثلا بكام؟ ب 10 دولار، فانا مكسبي فيه كام؟ 2 دولار، وانا اصلا جايبه بكام؟ ب 8 دولار، وانا ببيعه ب 10، فبفضل ابيعه 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 لحد ما يجي ايه، لحد ما يجي سعر ال 8 جنيه. تفتكر ان انا هنزل عن ال 8 جنيه سنت واحد؟ لا، لان انا هبقى خسران، ما مش هبقى كسبان، حتى لو بعته بسعره انا هبقى خسران، صح ولا لا؟ فاذا ال 8 جنيه ده اخر سعر انزل له، فده اللي هو بالنسبه له ايه، سعر الدعم. لحد مثلا نفترض ان انا في فتره مثلا كنت فيها محتاج فلوس ومزنوق وهكذا، وعايز اي فلوس باي شكل، هبيع الموبايل ده بكام؟ هبيعه ب 7 مثلا، هبيعه ممكن باقل، ممكن ابيعه ب 6، صح ولا لا؟ فاذا الانخفاض ده يبقى عمل حاله اسمها ايه، حاله كسر للدعم، المنطقه السعريه دي اتكسرت. فتعالى بص هنا كده، لما نقرب ونشوف ايه اللي حصل بعد كسر الدعم. طبعا السوق اهو ارتد مرة كمان وراح رجع نزل بشكل كبير جدا، تمام؟ هنا التحليل الفني بيقول لك، او الشغل عموما على كسر الدعم والمقاومات بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان لما يحصل عندك كسر لمنطقة الدعم، انت هنا عندك فرصة بالبيع. عندي فرصة بالبيع، وبيقول لك ان اول خطوة بتحصل اصلا عند ملامسة الدعم هو الارتداد. يعني السوق المفروض انه هيرتد، المفروض هيرتد، المفروض هيرتد، هنا المفروض انه هيرتد، وارتد فعلا، ولكن رجع ايه، كسر. فمعنى الكسر ده يعني انت عندك اتجاه جديد باتجاه ايه، البيع. ده حصل فعلا، السوق زي ما انتم شايفين نزل ازاي، فده بنسميه دعم. قال لك طيب ايه تاني؟ قال لك في حاجه تانيه بقى اسمها عكس الدعم، اسمها ايه، المقاومه. تعال بص هنا مثلا على المنطقه السعريه دي، المنطقة السعرية دي تخيلوا مثلا ان ده سعر وليكن طماطم،
وده سعر 10 دولار. السوق كان نازل بالمنظر ده ورجع طلع وصل لل 10 دولار، ده سعر مرتفع جدا، انا مش هشتري وفلان مش هيشتري وفلان مش هيشتري. ليه مش هيشتروا؟ لانه شايفين ان السعر ده سعر مرتفع، سعر كتير على الطماطم مثلا. فالسوق يحصل فيه ايه لما كلنا نمتنع عن الشراء؟ السوق ينزل صح ولا لا؟ نتيجة لعدم الشراء لحد ما يوصل ايه؟ لأسعار منخفضة. حلو؟ ويرجع تاني يطلع واحدة واحدة، يوصل تاني ل 10 جنيه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنمتنع صح ولا لا؟ ويرجع ينزل لحد ما يرجع مرة تانية يطلع، يوصل لكام؟ لل 10 دولار ونمتنع، وهكذا لحد ما في مرة يوصل لل 10 دولار وتلاقي النزلة بتاعته ما يوصلش بقى تاني لل 5 دولار مثلا، لا يوصل لل 7 مثلا او ال 8. وبعد كده نلاقي ان ايه، الناس برضو بتشتري وبتشتري بكميات كبيره. اذا الهبوط او الامتناع ده كان بيحصل عن الشراء قل، فايه اللي يحصل؟ يحصل كسر لمنطقه بتسمى منطقه مقاومه. ومعنى اختراق مناطق المقاومه يعني معنى كده ان الاتجاه هيبقى فيه صعود اكتر. بص بعد كسر منطقه المقاومه ايه اللي حصل؟ في صعود. فقال لك انت بعد اختراق مناطق المقاومة انت تتوقع المزيد من الصعود وتقدر تاخد فرصة شراء. اشرحها تاني، اشرح الدعم مقاومات تاني، ولا لو في حد عايز نشرحها تاني اكتب لي اشرحها تاني. لو حد عنده استفسار عليها دعم مقاومات قول لي، عندي استفسار عن الدعم مقاومات. لو كله تمام اكتبوا لي واحد. استفسار اتفضل. استاذ فهد حضرتك كاتب الرسالة متلخبطة، فانا مش فاهم حضرتك تقصد ايه. تمام. استاذ محمد بيقول هو مش المفروض ابيع في القمة عشان اكسب؟ صح. هقول لك، خليك معايا يا استاذ محمد. استاذ فهد بمقدار كم؟ مش فاهم بمقدار كم يعني ايه. استاذ محمد بيقول طيب كيف اذا السوق نازل شو راح استفيد مع اني بيع المفروض اشتري؟ لا احنا قلنا احنا بنستفاد بالبيع والشراء. قلنا احنا ممكن نبيع نخش صفقة جديدة بالبيع اهو، زي هنا لما اجي انا اخش على النيو اوردر تمام، وده الدولار كندي ادوس صفقة بيع. البيع ده كل ما السوق هينزل كل ما هيحقق مكسب اهو. يعني هنا قاعد مستني ايه اللي منتظر من الرسم البياني؟ ان السوق ينزل صح ولا لا عشان الصفقه دي تبقى بتكسب. ده بالنسبه لسؤالك استاذ محمد. استاذ رامي الدعوم وفرص البيع لو سمحت. حاضر. ايه شرط المده الزمنيه؟ ايه المده الزمنيه للشرط؟ هنا الشرط ده فريم الساعه. انا هعلمكم حاجه بس يعني اجاوب برضو. استاذ محمد كان برضو بيسال على الجزئيه دي، هو مش المفروض ابيع في القمه. انا هقول لك الاجابه على دي، وانت تقريبا اجابتك يا استاذ برضو محمد مرتبطه بيه. بعد اذنك الشهر تاني حاضر، سواء بيع او شراء نشتري في التخفيض ونبيع في الغالي. طيب ركزوا معايا في الحته دي تاني، اجاباتكم على فكره كلها منطقيه والناس اللي بتسال برضو معاها حق. وفي سؤال عجبني جدا اللي هو ايه، هو انا مش المفروض ببيع في السعر العالي وبشتري في السعر الاقل؟ يعني على سبيل المثال لو قلنا ان دي منطقه مقاومه والسوق اهو عمال يحاول يكسرها مره واثنين وثلاثه تمام، فانت بتيجي هنا بتقولي لما بيكسرها تشتري، اشتري ازاي؟ مش دي منطقه سعريه مرتفعه يعني المفروض انا بقرر ابيع من هنا صح ولا لا؟ هقول لك انت راجل بتفهم، ولكن تعال بص انت فاتح فريم زمني سعره كام؟ انت فاتح فريم الساعه، يعني الفتره الزمنيه اللي انت شايفها دي كلها اهي. تعالوا نعلم عليها بشكل الشيبس دي، انسرت اهي. شايف الفتره الزمنيه اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم عليها دي كلها؟ تعال بص كده على فريم زي الويكلي، مش دي طبعا. انت الفترة الزمنية بتاعتك اوريك عاملة ازاي اللي احنا كنا محددينها اهو، كبرت جدا. بص على فريم الويكلي عامل ايه، شمعتين. انتوا متخيلين
احنا بنتداول في رينج صغير جدا. طب واحد باجي يقول لي مش المفروض ببيع من السعر المرتفع وبشتري من السعر المنخفض؟ اه. هقول لك طب تعالى ارسم هنا الدعم والمقاومات، فين الدعم بتاعك؟ هقول لك الدعم بتاعك زي هنا مثلا اهو، انسرت شيبس، بس انت خلي بالك انت بتتكلم على دعم بقاله قد ايه؟ من اول هنا لحد هنا، دي منطقة الدعم، يعني لما السوق يوصل لهنا هقول لك اشتري، بس انت بتتكلم على دعم من 2015. واصلة؟ طب واحد يجي يقول لي طب مقاومة؟ واحد يجي يقول لي طب مناطق المقاومة؟ اه اقدر اقول لك ان مناطق مثلا المقاومة تقدر تبيع من عندها، ولكن لازم تبقى مناطق مرتفعة، يعني مثلا لما السوق يوصل لهنا، الهاي اللي عملها في سنة 2015 برضو أو في أول 2016 لما السوق يوصل لها مرة تانية تقدر تبيع. كمان عايز أقول لك مثال، أنت السعر المنخفض ده زمان وبنسمعها أهالينا كتير بيقولوها لنا، يقولوا لنا إحنا زماننا فيه خير، زمانكم ما فيهوش، اللي هو فيه إيه؟ اللي هو مثلا زمان كانت الحاجة على أيامهم بتعريفة بالسحتوت، مش عارف بيشتروا بتمول بتحط بنزين في عربيتك مثلا، كنت ممكن زمان ب 50 جنيه ب 30 جنيه كنت تفول عربيتك، دلوقتي اصلا بتدفع 370 و400 و450، وده انت مش تانكك فاضي وما بتحط ممكن 2 جنيه. اي سعر ليه فتره معينه وبيتكسر حتى لو كان مرتفع. يعني زمان لما تيجي تقول لحد، وانا كنت لسه بتفرج على فيلم كده قديم، فكانوا مش عارف بيقول له مش عارف يا ده وصل ل 2 جنيه، مش عارف كان حاجه كده بيتكلموا عليها سعرها، يا 2 جنيه دلوقتي، 2 جنيه دول ما لهمش اي قيمه اصلا. فالسعر اللي انت كنت ممكن شايفه في فتره زمنيه سعر مرتفع، دلوقتي السعر ده ما بقاش ليه قيمه فيتكسر. زي سعر الدولار، الدولار مثلا في مصر حد كان يعتقد ان سعر الدولار هيوصل للارقام دي في الفتره مثلا بتاعت 2008؟ لا، ولكن اتكسرت وطلع. فمهما كان السعر سعره منخفض، فانت لازم تعرف انه هيجي عليه فتره وهيتكسر، ولما هيتكسر يبقى لازم تعمل ايه؟ تتوقع ان هيحصل فيه مزيد من الصعود. تعالى مثلا نشوف منطقه سعريه زي دي، اهي منطقه دعم، تمام؟ منطقه الدعم دي اتكسرت، بص السوق لما طلع عمل ايه؟ السوق اهو طلع كسرها واخترقها ورجع احترمها، عمل عليها حاجه اسمها اعاده اختبار، تمام؟ عشان لو الناس شايفه ان السعر ده خلاص بقى عالي جدا هتعمل ايه من هنا؟ هترجع تبيع تاني، هتقول لك السوق يطلع. ولكن لما السوق بيرتد من مناطق اعاده الاختبار معنى كده ان السوق ايه؟ اتجاهه صاعد اصلا. يبقى اذا الكسر اللي بيحصل قدامك ده بيعرفك ان الاتجاه اللي كان موجود خلاص خلص، التداول عند تحت المنطقة السعرية تحت مظلة المنطقة السعرية دي انتهى، فانت عندك منطقة سعرية جديدة هتحصل اللي هي المنطقة السعرية اللي ايه القادمة بقى اللي احنا نعرفهاش. اهدافها كام؟ اشتري من هنا لحد فين؟ يعني واحد يجي يقول لي طب لو اشتريت من هنا ابيع فين؟ اخرج فين من الصفقة دي؟ هقول لك لسه ما تعرفش، لسه لما نكمل شرحنا هتبتدي تعرف. احنا لسه بنتكلم في بداية الادوات اصلا، المقاومات دي بداية الادوات، تمام؟ طيب بالنسبة للأسئلة اللي كانت موجودة، في حد لسه حاسس الفترة الزمنية أستاذ، لا أستاذة منى، الفترة الزمنية اللي احنا شغالين عليها دلوقتي دي ويكلي. طيب أنا دلوقتي فترة زمنية ممكن أجيب الساعة من هنا، فأنت شايف فترة زمنية صغيرة جدا، تمام؟ ولكن هي الفترة دي اللي احنا بنشتغل تقريبا عليها، لأن احنا بنشتغل على أقل التحركات اللي ممكن موجودة عندك في الماركت. بالظبط استاذ ياسين، سعر اعاده الاختبار بيبقى لقطه فعلا زي ما انت بتقول، تمام. طيب في حد عنده اي استفسار او اي سؤال بالنسبه للجزئيه دي؟ استاذ فهد بيقول لك بعد الكسر كيف احدد نقطه الدخول؟ الله ينور عليك، اجابه يعني سؤال كويس جدا. استاذ احمد بيقول لك ويش افضل فتره للعمل عليها؟ ماشي. واستاذ احمد برضو بيقول، استاذ رامي انا اسف، بيقول افضل فتره زمنيه لدخول الصفقات. افضل فتره زمنيه عموما هنشتغل عليها فريم الساعه، فريم الساعه، ولكن وخلي بالك من ولكن دي، احنا لازم نعرف احنا بنتداول فين على فريم كبير. بمعنى هاجي مثلا على وليكن الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، ادي الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، انا عايز اعرف انا دلوقتي في سعر منخفض ولا مرتفع. اجي افتح اطار زمني كبير بالمنظر ده، اعلى سعر وصل له الجنيه الاسترليني كان ب 2 دولار، يعني بصوا احنا نازلين من رقم كبير جدا.
تمام. دلوقتي احنا عند كام؟ عند 1.24. يعني احنا فين؟ في مناطق تاريخية كهبوط. بص احنا في مناطق اصلا من 1999 ما جابهاش. جابها امتى؟ جابها في 2016 بعد الفراش كراش والأزمة بتاعت الخروج والكلام ده، ورجع ارتد. معنى كده ان الهبوط اللي بيحصل ده هبوط اصلا ما كانش سعره موجود من 1900، تمام، معنى 1999. يعني معنى كده اللي احنا ايه، احنا في مناطق منخفضة. واحد يجي يقول لي هينزل وهينزل اكتر من كده، اه، ولكن هل ترشح لي ان انا ابيع اكتر؟ لا، مع اني خلي بالكم بنسبة كبيرة جدا جنيه الاسترليني نازل اكتر فعلا وهيختبر اللو ده، ولكن انا اقول لك لا بلاش تخش لانه عليه ازمه. اصلا الجنيه الاسترليني دلوقتي عليه ازمه، ازمه الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، ودي ازمه كبيره جدا ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين، تمام. فبالتالي انك ممكن تبقى عارف الاتجاه وما تخشوش، ولكن تعالى بقى بص التحليل الفني بيقول لك لا ماليش علاقه بالكلام ده، تمام. انا هاجي هنا اهو، هنجيب فريم صغير، انا هنا بس عرفت انا فين، هجيب هنا مثلا فريم زي ده، هقول لك هو كسر اهو منطقة دعم، يبقى معنى كده ان السوق هيكمل نزول وبيع وتمام. تعالى منطقة المقاومة اهي، السوق كذا مرة يحاول يكسرها وما قدرش. الشباب اللي كانت بتسأل اخش فين، تخش بعد اغلاق. يعني ايه بعد اغلاق؟ يعني تعالى مثلا على سبيل المثال دي كانت المنطقة اهي، تمام، بتاعت المقاومة، والسوق اهي اخترق هنا. تعالى بص كده كبر الشرط، حصل اغلاق والسوق كمل، لا ده حصل الشمعة على طول ايه، حصل فيها هبوط. وبتشوفها فين اكتر؟ بتشوفها على الـ4 ساعات. بص الشمعة كأنه ديل، كأنه مش موجود اصلا، تمام. وصلت يا شباب؟ يبقى لازم الشمعة تقفل كده فوق بشكل واضح وصريح، اقدر خلاص انا اشتري، انا عندي لسه فوق. طيب الجزء ده واضح، الأسئلة بتاعت الشباب وضحت، حبيبي الله يخليك. خلونا نكمل أداة تانية من ضمن الأدوات، وهي خط الاتجاه اللي أنت شايفه ده. إيه الرسم ده اللي مرسوم؟ دي اسمها حاجة اسمها خط الاتجاه، وأنا هعلمكم إن شاء الله في خلال المحاضرة بتاعت بكرة حاجة تخليك ما ترسمهاش بإيدك، حاجة تخليك ترسمها أوتوماتيك. خط الاتجاه ده برضه هيعتمد على القمم والكعان. هنا قال لك أنت عندك أهو قمة، وأدي قمة، وأدي قمة. بجيب حاجة اسمها تريند لاين أهو من الجزء ده، وبرسمه من الأعلى قمة لإيه؟ للقيعان، بمشي كده على القيعان. بالمنظر ده. تمام؟ فبقى عندي إيه؟ بقى عندي خط اتجاه بالمنظر اللي قدامك ده. خط الاتجاه ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك في قاعدة كده تقول لك ترند از يور فريند، ولكن القاعدة دي بلاش تتخذها بشكل كبير جدا. اللي هو ايه ترند از يور فريند؟ يعني بيقول لك طالما السوق تحت خط الاتجاه فانت تفضل تبيع، تحت خط الاتجاه هابط تفضل تبيع، لما يكسره يبقى غير الاتجاه بتاعه. اهم فرصه فعلا حاليا ممكن نستغلها ان السوق يكسر خط الاتجاه ده، يعني المنطقه السعريه دي، اللي هو بيقول لك الاتجاه الهابط اللي كان موجود قدامك ده خلص خلاص انتهى، فانت داخل في اتجاه جديد. انت داخل فين؟ في اتجاه جديد. الاتجاه الجديد ده المفروض انه ايه؟ انه صاعد. الاتجاه القديم كان هابط. طيب تعالى مثلا ناخد الاتجاه الصاعد الجديد اللي قدامكم ده اهو بالشكل ده، هرسم خط اتجاه على القيعان اللي قدامك دي، تمام. خط الاتجاه اتكسر، خط الاتجاه اتكسر. اذا عندي الفرصة فين؟ ها يا شباب، عندي الفرصة بعد الكسر.
بعد كده سقطت اتجاه. اذا الاتجاه الصعب اللي كان موجود ده انتهى. طب واحد يقول لي لو انا هاجي ابيع هنا احط وقف الخسائر بتاعك فين؟ تحط وقف الخسائر بتاعك فوق المنطقه دي، تحط وقف الخسائر بتاعك فوق المنطقه دي. طب لو واحد دخل يشتري من هنا تحط وقف الخسائر بتاعك فين؟ تحت المنطقه دي، تحت القاع اللي كانت موجوده. تمام، يبقى منطقه الدخول بتاعتك هنا، وقف الخسائر بتاعتك فين؟ هنا في المنطقه السعريه دي. واحد تاني يقول لك منطقه دخولك هنا، وقف الخسائر بتاعتك هنا. تحدد ارباحك فين او ازاي؟ دي لسه هنتكلم عليها بكره ان شاء الله، دي بكره. ولكن دي حاجه اسمها خطوط الاتجاه. طب واحد يقول لي هو ايه القناه اللي انت عاملها دي؟ يعني اشمعنى انت هنا كنت عمال تورينا خطوط بس، ولكن انت هنا عامل حاجه عباره عن ضلعين، ضلع فوق وضلع تحت. التيوب ده او التشانل دي عباره عن ايه يا شباب؟ ده عباره عن كوبي من الترند لاين ده. تمام، كفايه انتوا شكلكم خلاص يعني فصلتوا مني، خلاص اخر حته انا هتكلم فيها دي وخلاص، بعد كده ان شاء الله يعني هختم. انا حابب بس والله اديكم اكبر جزء، يعني اكبر قدر من المعلومات، بحيث ان يعني تقدروا تتدربوا في خلال اليوم، ونلاقي ان في استفاده كبيره، يبقى خدنا كم كبير ونقدر من خلاله نوصل يعني الحاجه باذن الله. طيب ايه الخط ده؟ اخر حاجه بس اشرحها، اللي هو ازاي تعمل تيوب زي ما انا عاملها كده. بعد ما بترسم خط الاتجاه ده، وخط الاتجاه ده انت اول ما بترسمه بيبقى شكله كده غريب، يعني بص هتلاقيه عامل عندك بالمنظر ده بارامترز ري. تمام، وتلاقيه مثلا انت اللي بتختار، طبعا انت اللي بتختار شكله، انت بتقدر تتحكم فيه، هو بيبقى عندك عامل كده، انت بقى بتظبطه. انا مثلا عايزه لونه اسود، عايزه عريض شويه، عايزه مش ممتد كده، فباجي هنا على بارامترز وبدوس ري. تمام، بقفلها. حلو، وبعمل ايه؟ بدوس كنترول. حلو، وهو الترند لاين مفتوح كده، وباخد الترند ده وبحطه هنا عند اقل قاع السوق وصل لها. طيب اشمعنى اقل قاع السوق وصل لها؟ لان من الطبيعي ان السوق بيتحرك داخل الاطار ده. يعني لو السوق هابط كمان، لو السوق هيكمل هبوط وصل للمنطقه السعريه دي، اقول لك ان السوق المفروض يرتد حتى لو ناوي يكمل هبوط. لان السوق زي ما انت شايف كده بيتداول داخل القناه دي. عمرك ما هتلاقي الماركت نازل كده، وعمرك ما هتلاقيه طالع كده. لازم حتى وهو بيطلع او بينزل بيبقى ايه، بيتعامل بالشكل ده، وهو بيطلع نفس القصه، بيكون قمم وقاعين. تمام، فانا هنا لما الاقي السوق مثلا اخترق منطقه زي دي اخش ابيع، ايه رايكم؟ السوق انا باخد، بس ادوني اخر جزئيه وهو والله هختم. لما السوق يوصل للمنطقه زي دي واخترقها اخش ابيع ولا اخش اشتري؟ ها استاذ فهد، هل ممكن اسوي تسجيل مع حضرتك؟ والله هرجع للشباب، صدقني فعلا ما سالتهمش امبارح، ولكن هرجع. طب في شباب كتير قالت بيع، البيع غلط، انا بغششكم اهو. اشتري، حلو، بس اخونا اللي قال اشتري اسمه مش كاتب اسمه. طيب انت فعلا تشتري ليه بقى؟ مش احنا قلنا ان السوق المفروض هيرتد مرة تانية صح؟ حتى لو ناوي ينزل، طب انت ليه تشتري من او تبيع من حتة منخفضة؟ وممكن لما يوصل للمنطقة السعرية دي يعمل ايه؟ يكسر ويخترق صح ولا لا؟ يبقى اذا النقطة دي مش نقطة بيع ابدا، دي النقطة دي نقطة الباونس او الارتداد بتاع الماركت صح ولا لا، حتى لو مكمل في اتجاهه. طيب تعالى هنا مثلا على الجزئية دي اهي، برضه نفس القصة اهي، او حطيتها على القاع القمة الاولانية، انا اسف. تمام، والسوق لما وصل لها انت المفروض بتبيع، السوق طلع شوية صغيرين وبعد كده ايه، رجع نزل مرة تانية. بص السوق كان ضعيف ازاي اصلا هو بيطلع، وبنسميها مرحلة شيخوخة الترند. الترند بص ضعف ازاي، بص كان قوي ازاي وعنيف هنا في البداية، بص القوة، بص بعد كده الضعف وهو بيطلع، فدي بنسميها مرحلة الشيخوخة. طيب اخترق الخط، طبعا لازم يخترق الخط دوت ويقفل تحتيه، يعمل اغلاق تحتيه عشان تقدر تشتغل او تخش السوق. تمام، طيب خلونا نكتفي بالجزئية دي لحد هنا، وان شاء الله بكرة على نفس ميعادنا الساعة 7 بتوقيت مصر. لو حد من الشباب عنده اي سؤال انا معاكم، الشباب اللي خلاص تعبت وما عندهاش اي اسئله ممكن تتفضل،
انا معاكم 10 دقايق لو حد محتاج اي حاجه. لو مفيش اي حد محتاج اي حاجه اي حاجه، بس اكتبوا لي واحد، لان انا شايف ناس كثيره بتكتب في التايبنج ففي البوكس بتاع الاسئله، فانا عايز اعرف بتكتبوا سؤال ولا لا. مفيش. استاذ ساره العفو، استاذ ياسين تمام. تمام. ازاي تعرف اي مدة زمنية بتختارها؟ بتختارها من هنا، من الفريم الزمني ده. هنا ده فريم الساعة، هنا ده فريم النص ساعة، ده الربع ساعة، ال4 ساعات، الدي، كل الشمعة بدي بيوم اهو بتقرب. الشمعة دي قعدت يوم كامل عشان تفتح وتقفل. الساعة، الشمعة اللي قدامك دي قعدت ساعة عشان تفتح وتقفل. أستاذ أحمد، القطب. Why I can't ask. لا أنت تقدر تسأل طبعا، أهلا وسهلا، اتفضل حضرتك اكتب سؤالك. إزاي تكسب من الهبوط وأنت بتبيع؟ يعني أنا هنا دلوقتي خلاص، مثلا وليكن مثلا رسمت منطقة دعم هنا، منطقة دعم هنا مثلا، والسوق كسر منطقة الدعم دي، أقدر من كسر منطقة الدعم دي والإغلاق هنا أقدر أبيع، اخش صفقه بيع اهو، نيو اوردر، وهدوس سيل. واحنا شرحنا فكره السيل دي، معنى السيل ان انت بتدوس شراء وبيع في نفس الوقت، تمام؟ معنى السيل شراء بيع ثم شراء، ومعنى الباي شراء ثم بيع، تمام؟ يعني كل صفقه من اللي قدامك دول بيحتوي على الاثنين في نفس الوقت، ولكن انت ما بتشوفهاش، انت هنا شفت بس ان انت فتحت عمليه بيع. طيب استاذ احمد، استاذ تامر، لو استاذ، انا اسف استاذ رامي، لو الموضوع ده ما وضحش معاك او نسيته من امبارح قول لي تاني اشرحه لك، مفيش مشاكل. استاذ تامر، انواع شركات الفوركس مزايا شركه عن اخرى، اتاكد ازاي من الشركه دي نصابه قبل تحويل فلوس؟ اول حاجه لازم تتاكد منها ترخيص الشركه دي، والترخيص بتاع الشركه دي بيضمن لك ايه، وتعرف تجيب الترخيص ده منين. ده من اللايسنس نمبر اللي الشركه بتديه لك. لازم تخش الجهه الرقابيه دي وتسرش هل الشركه دي مرخصه فعلا ولا لا، لان هو ممكن يديك اي رقم كده. لا، لازم تاخد الرقم ده وتبحث فيه في الجهه الرقابيه دي. قال لك انا مثلا مسجل من سايسك، وسايسك دي بتديك $30,000 كتامين على الايداعات. لازم تعرف تخش سايسك، الموقع الرسمي للجهه الرقابيه دي، وتاخد الرقم بتاعه اللي هو بيعلن عنه ان انا مرخص بالرقم الفلاني، وتسرش عليه بيقول لك انا مرخص اف سي اي. لازم عشان تعرف هو مرخص اف سي اي ولا لا تخش الجهه الرقابيه دي وتسجل. كمان المواقع التراخيص بتديك ميزه مهمه جدا، وهي ايه؟ وهي ان لو الشركه دي عليها عقوبات او عليها مشاكل قبل كده بيبقى موجود في السي في بتاعها. يعني هو عاملين لكل شركه سي في، الشركه دي احنا وقعنا عليها عقوبه قبل كده عشان الشركه دي تلاعبت مع العميل الفلاني او حصل عندها مشكله بالشكل الفلاني، وهكذا. ده بالنسبه للسيستمر. استاذ احمد، اخ احمد، بكره هل بتكون المحاضره مسجله؟ ان احتمال ما بحضر. صدقني فعلا استاذ احمد مش عارف، وان شاء الله هحاول، يعني احاول اخليها مسجله باذن الله، وربنا ييسر الامور. استاذ احمد، القطب عند كسر نقطه المقاومه الاتجاه يكون بيع. لا، ده عند كسر نقطه الدعم الاتجاه يكون بيع. زي الشكل اللي قدامك ده بالظبط، دلوقتي كسر نقطه دعم اهي، يبقى الاتجاه بيع. طب لو افترضنا ان دي نقطه مقاومه مثلا بالشكل ده واتكسرت، يبقى المفروض الايه؟ الاتجاه للشراء. يبقى اذا المقاومه هي اعلى السعر، الدعم هو اسفل السعر. يعني المقاومه هي بتقاوم السعر ان هو ايه؟ ما يحققش صعود اكتر. طب يوم ما بيقدر يكسرها وبيخترقها خلاص، يبقى يقدر ايه؟ يحقق الصعود بتاعه. طب الدعم هي بتدعم السعر ان هو ما ينزلش، طب كسرها خلاص هو يقدر يحقق ايه؟ الهبوط بتاعه، تمام. ده بالنسبه للاستاذ احمد قطب اللي ما كانش عارف يسال سؤاله. اتمنى ان الله يخليك استاذه منى، الله يخليكي. اتمنى يا ريت المحاضرات تتسجل ويبقى ليها لينك. حاضر استاذ تامر، حاضر. طيب نختم خلاص يا شباب، مفيش أي سؤال. الشموع دي زي الشموع. طيب الشموع اللي هي الرسم البياني اللي قدامكم ده، الرسم البياني ده ليه 3 أنواع أو 3 مخططات. المخطط الأول اللي هو الحاجة اسمها البار شارت اللي هو أنت شايفه ده دلوقتي،
البار شارت ده فيه نفس الاربع مكونات اللي موجودين في الشموع، اللي هو ايه؟ سعر الافتتاح اللي هو السوق فتح عند النقطه السعريه دي اهي، السوق فتح عند النقطه السعريه دي واغلق عند النقطه السعريه دي. طب واحد يجي يقول لي طب ايه الخطين الصغيرين اللي طالع هنا ونازل من هنا؟ هقول لك الشمعه دي قعدت ساعه، الشمعه زي ما احنا شفنا الشمعه او السعر عموما خلال الساعه دي ممكن يكون نزل هنا، هو فتح هنا، ممكن يكون نزل الاول ثم طلع كتير بالمنظر انت شايفينه ده، ثم رجع قفل هنا. فهو هنا عمل لك ايه؟ سعر الافتتاح كان هنا وسعر الاغلاق فين؟ هنا. نفس الكلام ده هتشوفه فين؟ هتشوفه في الشمعه، يعني لما اجي احول الرسم البياني ده لايه؟ لشموع. نفس المعطيات، سعر الافتتاح كان هنا، السوق فتح الساعه دي عند سعر كام؟ عند السعر الفلاني. قفل عند كام؟ قفل عند السعر الفلاني. الدليلين دول اقل سعر الشمعه وصلت له خلال الساعه، واعلى سعر الشمعة وصلت له، اعلى سعر الشمعة وصلت له خلال الساعة. طيب لو كان اغلق هنا كنت هتلاقي ان مفيش ديل، كنت هتلاقي ان السوق قافل على المنطقة دي، زي مثلا هنا مثلا السوق نزل وعمل ديل صغير قوي ورجع طلع قفل عليه. تمام، وصلت. في عندك نوع تاني اللي هو اللاين شارت، السعر بيتحرك عن طريق اللاين ده، مش مديك سعر افتتاح، مديك سعر افتتاح واغلاق بس، مش مديك اعلى سعر واقل سعر. ده بالنسبه لموضوع الشموع. محمد استاذ عقبي، عند السوق صاعد افضل استراتيجيه هي الشراء عند نزول خبر سلبي مثلا، هل ادخل عكس اتجاه ام انتظر؟ لا دي قصه تانية هنتكلم فيها بكره ان شاء الله. استاذ احمد العفو يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، احنا كلنا اخوه. طيب لو كله تمام بس يا ريت نكتب واحد. كل شمعة مدتها قد ايه؟ مدتها حسب انت مختار ايه اصلا، مختار ايه هنا؟ ساعة، انا اللي بختار، انا عايز مثلا كل شمعة مدتها ساعة، فبختار هنا فريم ساعة مدتها 4 ساعات، انا اللي بختار، عايزها كل شمعة 4 ساعات، عايزها كل يوم، عايزها كل دقيقة، بختارها من هنا وهكذا. تمام، 1:30. تمام العفو العفو، اهلا بيكم واشوفكم بكرة على خير ان شاء الله، ومتجمعين يا رب دايما في الخير. يلا السلام عليكم.